يمكن مش ببالغ لو قلت إن الشتاء السنة دي أصعب شتاء شفته في حياتي، وإن موجة البرد الشديدة والتلج اللي بقى عادي إننا نشوفه في مصر خلى فكرة إن ست تطرد هي وأطفالها الستة في عز الليل فيها أكتر من مشكلة. ومش هكون ببالغ لو قلت إن دي مصيبة. المصيبة الأولى هي انعدام الضمير من جوزها لو صحت الرواية وكان اللي اتقال ده حصل بجد. والمصيبة التانية هي البرودة السقعة اللي عمالة تدخل في عظمهم يا حبايبي بتشيب الأطفال، خصوصا لو ما كانش في بديل أو مأوى يروحوا له أو مكان يناموا فيه وهم ماشيين من بيتهم خارجين من تحت اللحاف في السقعة في الهواء وفي البرد ده. عشان كده سافرنا لشيماء في مركز أشمون في المنوفية بالقرية الفرعونية هناك. مفيش جوانا غير سؤال واحد، الست دي هتعمل إيه هي وأطفالها الستة في عز البرد؟ تعالوا نشوف ونعرف كل حاجة على أرض الواقع بقى. ولادي بتضيع، ولادي بتتدمر، المطرة بتسر علينا، طب أروح فين لما الشتاء يجي؟ طب والله العظيم والله العظيم إن أولادي كانوا بيغمسوا مية مخلة، مفيش، طب هعمل إيه؟ اسمي شيماء أحمد عبد العزيز أبو علي من الفرعونية أشمون منوفية، سني 37 سنة. أنا اتعرفت على جوزي واتجوزته سنة 2011، اتعرفت عليه من خلال المحل التجاري اللي كنت بعمل فيه، وهو قال لي إن أنا معايا خريج معهد خدمة اجتماعية وعندي عربية تيربو متعاقد معاها في شركة بوردية يعني بمصنع ملابس، وكان خاطب وقال لي ان هو ما حصلش نصيب واختلف على كتابة القايمة، فانا جاهز وكل حاجة، والدي تعب خلال الفترة دي، فأصروا الاهل يعني ان انا لازم ارتبط، وخصوصا ان انا ما كنتش حتى في دماغي فكرة الارتباط والزواج يعني، لانه كنت بعمل دراسات عليا بعد البكالوريوس اللي حصلت عليه. فحصل الجواز خلال شهرين ثلاثة يعني ما كتر، وبعد كده اكتشفت المأساة، هي أول مأساة اكتشفتها إن هو طلع بيكذب عليا إن هو خريج أصلاً دبلوم صينية، وإن العربية كمان مش بتاعته ده شغال عليها. فحاولت إن أنا ساعتها أنفصل منه، فهو قال لي إن أنا حاولت إن أنا يعني أقول لك كده إن أنا إيه يعني تقفي جنبي، حاولت إن أنا يعني إن أنت تسامحيني يعني إن أنا يعني قلت إن أنت ممكن ما ترضيش بيا إن أنا بعمل سايق ميكروباص أو إن أنا أنت إنسانة خريجة كلية. فحاولت ان انا اكدب عليك لان انا عجبت بيكي وحبيتك، فسامحيني ونبدا حياه تانية. ففعلا سامحته وبدات حياه تانية معاه. جه بعد كده بدا يشتغل يوم ويوم لا، بدل ان الحياه تبقى معاه مش كويسه، وخصوصا ان كان معانا طفلين. فجه والدي وزع الميراث بتاعه، فانا بعت حقي وقال لي بيع حقك يعني وتعالوا اقفي جنبي ونشتري عربيه سوا ونبدا حياه مع بعضنا. فاخدت المستحقات بتاعتي وجبنا له عربيه فعلا، والعقد معايا بصوره العربيه وكل حاجه. فبدا يشتغل وبدا يصرف علينا، بدا بعد كده المعامله بتاعته تتغير، بدا في اهانه، بدا بشتيمه. المشكله بقى ان انا كنت مستحمله برده عشان خاطر اولادي، ووالده كمان كان عايش معانا في البيت ووالدته. والده بصراحه كان بيعزني جدا وكان بيحترمني وكان بيدافع عني، كان يقول له يا ابني كده حرام عليك، راعي ربنا فيها، دي ام اولادك وست وقفت جنبك وساعدتك، ما ينفعش كده. جه والده توفى في سنة 2019، وبعد وفاة والده المعاملة بقى فقدت مصدر الحماية ليا تماما، بدأ في ضرب، بدأ في إهانة، بدأ في شتيمة، لدرجة إن ابني اتخذ الأسلوب المعاملة بتاع والده، بدأ إن هو يشتمني ويرد عليا، بدأ بنتي دي تعيط عشاني، دي أصيبت بحالة صرع، حالة نفسية سيئة من المعاملات، حتى الضرب بتاعه كان بيترك أثر على جسدي. اكتشفت بعلاقة غير مشروعة، جات لي رسالة على التليفون، هو كان حريص جدا وكان عامل باسورد للتليفون بتاعه ما حدش كان بيمسكه خالص ولا حدش بيعرف يفتحه. فجات لي رسالة عليه ان جوزك على علاقة غير مشروعة بسيدة ما، وبعت لي الباسورد فعلا في رسالة. استنيت ما هو نام ورحت سحبت التليفون وخدته وفتحته، فعلا قام على اكتشاف ان انا بسمع، فقال لي تعالي هنا انت ايه اللي خلاكي تجيبي التليفون بتاعي وتدوري فيه يا ست يا حراميه مش عارفه ايه، وبدا فعلا يخبط دماغي في الحيطه لحد ما نزفت هنا. ومن السريخ فجرنا كان في واحد جارنا واقف كان في البلكونه، قال له الحق يا بابا تقريبا ام عبد الرحمن عندها حاجه بتصرخ في البيت وكده. طبعا البوابه مقفوله وما فيش في البيت خالص الا انا وهو، لدرجه ان خبطوا على جارنا يزحلنا من السطح بتاعه وفعلا نزلوا لنا.
في ايه يا عزه بتضربها كده ليه وبتعملها؟ قال لهم ده ست حراميه وسرقتني. قلت لهم يا جماعه هاتوا التليفون بتاعه وشوفوا الامر كذا كذا كذا. راح طردني من المسكن فعلا بعد ضرب يعني ضرب فظيع بصراحه. وراح القى عليا من الطلاق وقال لي انا مش عاشرك تاني، انت ست حراميه، ده سرقتني. طب سرقتك في ايه يا ابني؟ طب ما فيهاش حاجه. قال لي سرقت في 50 جنيه. وطردني بالليل فعلا في الشتاء. واتصل على اخويا وقال له اختك حراميه وسرقتني. واتصل على خالي انا طردتها من البيت عشان ست حراميه. هو طردني من مسكن الزوجيه من هناك من معديه دار شمس تبع الباجور. طبعا لما طردني كان في اولادي، كان في بعض صاحي والبعض كان نايم. هو كان بيطردني بالصحيين بس. قلت له لا انا مش همشي الا لما اخد اولادي بحالها طبعا، لان ما ينفعش ان انا اسيب اطفال زي دي كده هنا. طردني وزقني بهم في الشارع والاولاد كانوا مسروعين لدرجه ان في اولاد نزلت حافيه وفي اولاد والله يعني في اطفال نزلت حتى من غير بناطيل. وطبعا وقفنا بيهم في المطر وبقت جيراننا يعني واقفين معانا لحد ما ركبونا العربيه واولادي مسروعين على الاخر. وخافوا اصلا ان هم يجوا معانا هنا جارنا، لان طبعا دي راحه انسانه مضروبه وراحه متعوره، فازاي هنروح لاهلها كده او فجارنا والله يتفضل مشكورا قوم لي عربيه نص نقل جابتني لحد هنا في البيت. وجيت هنا لحد هنا باولادي. كان هو راح لعمي وراح لخالي وحكى لهم الوضع وقال لهم دي ست حراميه وست كذا. فانا حكيت لعمي الكلام ده ما اقتنعوش وقالوا ايه يعني واحد ضربك، ايه يعني جوزك يضربك، ما كله بيستحمل وكله بيعيش وكله يا جماعه ده الامر غير كذا كذا. قالوا لا وانت ترجعي وتستحملي وتعيشي والكلام ده كله. طبعا اخويا قال لهم لا دي بنت ناس مش انسانه جايه من الشارع، ودي انسانه ام ولاده، وعيب اصلا يشوه صورتها بالطريقه ديت. حتى لو في اي حاجه حصلت ما كانش كان برضو يستنى اما اجي وكان يحكي لي الكلام ده، ما يضربهاش ويطردها في الشارع بلبس البيت هي واولادها بالطريقه دي. ده مش استعمال يعني، ده مش اسلوب ادم ان هو يعمل كده. طبعا حاولنا نحل المشكله ودي ان هو يطلقني رسمي بقى والقى عليا من الطلاق. طبعا رفض وقال لي لا عايزه تتطلقي بريني من جميع مستحقاتك في كل حاجه واديني عيالي. طب اديك عيالك الاطفال دي تعمل بيها ايه؟ طب اصرف علينا. استنينا فتره مفيش اي قبول منه خالص ولا اي استجابه خالص، لدرجه ان حتى يعني عمي وخالي بداوا يضغطوا عليا واتفقوا وقالوا محدش يساعدها باي فلوس نهائي عشان هي تبقى مضطريه ان هي ترجع لجثه تاني، او يعني حتى لو مش محتاجه له هتروح ترمي له عيله او هتعيش معاهم بقى غصب عنها خلاص كاسلوب من وسائل الضغط. والله العظيم جه ايام ما كان معايا اولادي كانت بتعيط ليالي وايام من الجوع، معيش حاجه اجيبها لها ومش عارفه ان انا اسيبهم واشتغل. حاولت ان انا اطلع اشتغل في اي محل تجاري، الراجل بيقول لي ظروفك ايه، اقول له انا ست مطلقه ومعايا ست اولاد. طب انت يا بنت هتسيبي ست اولاد لمين وهتيجي تشتغل؟ طب هتشتغلي ازاي؟ مش هتيجي تقولي لي ان بكره ابني تعبان انا هاخد اجازه، لا ده انا هلحق ابني كذا، ده انا هلحق ابني طالع من المدرسه، لا يا بنتي طب سيبي لنا رقمك وهنبقى نرد عليك. حكايه الانجاب دي والله كانت خارجه عن ارادتي، يعني دي اراده ربنا. حتى كان في حمل يحصل وانا بستخدم وسيله حمل برضه، يعني انا مستخدمه وسيله منع حمل وكان في حمل بيحصل برضه. فهي المشكله والله ان حكايه الاولاد دي جت يعني جايز ان ربنا سبحانه وتعالى يكون جايبها لسبب ما. طب والله العظيم والله العظيم انا لحد والله لدرجه ان اولادي كانوا بيغمسوا ميه مخلل. اما طردني وضربني خد مني بطاقه التومين، خد مني البطاقه الشخصيه، خد مني الموبايل، مشاني حتى هدومي. والله العظيم جارتنا اللي جايبه لي عبايه من عندها، لدرجه ان والله العظيم كنت بشتري لهم العيش المعفن من خارج البيوت عند واحد بتاع علافه هنا عشان اكلهم بيه لحد ما اولادي وسيبوا بالنازله معويه حد مفيش. طب هعمل ايه؟ بعد كده ادرك عمي واحد من احد عمامي ان قال لهم كده يا جماعه كفايه اسلوب ضغط عليها كده، هي طالما مش عايزه ترجع خلاص هي حره، احنا برضو نحاول بقدر الامكان نعاون معاها الاولاد دي. رفعت دعوه قضائيه في 4/6/2020 للنفقه لانه هو مش راضي يصرف علينا رغم ان هو ميسر في الحال. خدت حكم للنفقه في شهر 12/2020، قعد حوالي يماطل في تنفيذ الحكم ومش راضي ينفذ الحكم. بعد سنة ونص نفذ حكم النفقة، رايح يحط لي كام في السنة ونص؟ 600 جنيه من النفقة الزوجية و2400 جنيه بعد 18 شهر. طب أكل دول منين؟ أربيهم منين؟ أعلمهم منين؟ ألبسهم فين؟ يعني ده أب إيه ده يعني؟ عايز أفهم يعني أروح بهم فين الناس دي؟ وخدت عليه طبعا مش راضي يديني، ما رضيش يديني المنقولات بتاعتي ولا قائمه المنقولات. رفعت برده دعوه قضائيه، خدت حكم عليه بسنه سجن وغرامه 200 جنيه في تاريخ 7/2020 من قيمه شهر عمل لي محضر
كان كان من الشقه عايز يثبت ان شقه والدي دي اللي اخويا بتنزل لي عنها ان دي مسكن الزوجيه بتاعه، وكان جايب لي محضر طرد منها ومعايا كل الاوراق وكل المستندات اللي تثبت كلمه. انا قاعده دلوقتي حاليا عند اخويا لان ده اخويا شقيقي، وقاعدين هنا في البيت بتاعه نظرا لظروفي، وقعدنا هنا نظرا لظروفي ان انا معيش فلوس ان انا احوش سكن بره او سكن بالايجار. واخويا قعدنا معاه هنا في البيت وتنزل لنا عن الشقه دي هبه، فتبرع علينا بعض الاهل والجيران بحاجات كده مستعمله لاولادي، حتى البوتاجاز بتاعي اشتريته من بتاع الروبابيكيا ان هو ان هي حاجه بس ان انا اطبخ عليها لاولادي. والله العظيم جميع حشرات الزاحفه موجوده معانا، الابراص، الفريم بتنزل علينا، الابراص، القطط، التعابين، الزواحف، لدرجه ان ابني لما بيجي او اي احد اولادي داخل الحمام يلاقي البرص يرجع، يا ماما في برص في الحمام يا ماما، لدرجه ان بقى يعمل حمام على نفسه من الرعب عشان ما يخشش الحمام. انا لقيت ان اولادي بتضيع، اولادي بتتدمر، اللي اصيب بحاله نفسيه، اللي اصيب باسلوبه، اللي بقى يزعق عشاني. انا طلباتي عايزه ان تدخلوا لي اي حد ان هو اي رجل يساعدني في حب تستقبل الاولاد. يعني شوف هنا المطره مبوشه، احنا بننام على السرير غير الميه، المطره بتسر علينا. طب اروح فين لما الشتاء يجي؟ يعني اليومين المطره دول انا بقيت اصحي ولادي، طب هقعد بهم بره في التل؟ بقينا نشوف الركن اللي ما فيش مطره نجري عليه، طب هنعمل ايه؟ ولادي بتضيع، ولادي بتتدمر، المطره بتسر علينا، طب اروح فين لما الشتاء يجي؟ طب والله العظيم والله العظيم ان اولادي كانوا بيغمسوا ميه مخلل، مفيش، طب هعمل ايه؟ مفيش، طب هعمل ايه؟ بغض النظر عن ان فكره طرد زوجه من بيتها هي واطفالها يعني حاجه ما تطلعش غير من انسان ما عندوش نخوة، مش أب، لا يصلح. يعني أنا كده بتكلم بلغة حلوة عشان إحنا على التلفزيون، بس لو صحت رواية شيماء طبعاً، وأعتقد إن شكل البيت والأطفال أديكوا شفتوهم اللي ظهروا طبعاً لحضراتكم في التقرير بيأكد إن في حاجة فعلاً مش مظبوطة. بس حتى الجرائم والأفعال اللي بتبقى غير أخلاقية بتبقى درجات. اللي أعرفه إن في حرامية وقطاع طرق وحيوانات مفترسة والله تتهز لما تشوف طفل صغير كده قاعد يتنفض في عز البرد، المطرة بتوقع عليهم، بيصعبوا عليهم، بيبقى عندهم شوية رحمة وصدر عشيته وصوت عياطه وهو مش عارف يعمل إيه مهما كانت القسوة اللي جواهم. ما بالنا بقى لما يكون اللي طرد الست الضعيفة اللي انتوا شفتوها دي والأطفال ولاده الصغيرين في عز البرد شد من عليهم الغطا والدفى هو أبوهم. تخيلوا مصيبة. وليه؟ عشان مراته قفشت خيانته وخسته، بدل ما يقعد يبكي بالدموع يعيط لها ويتأسف ويحلف مليون مرة إنه مش هيعمل كده تاني، يقوم ضاربها تهمها بالسرقة عشان يداري على خيانته. شفتوا شيماء قالت إيه في التقرير؟ قلت لك كان في عيال ما لحقتش تلبس هدومها، خرجوا عريانين. يا اخي الكسف بقى، في الوقت الواحد احنا كبار بنكسل ان نخرج من تحت البطانيه نشرب ولا ندخل الحمام، تقعد تشيل هم وانا هقوم ازاي اصلا البس عشان اروح الشغل، نلبس تقيل، بنلبس شرابات، في ناس بتنام بايس كاب، مشغله الدفايه في البيت، طب ايه؟ وكل ده مش محوق، بيشتري لهم العيش البايظ عشان ياكلوه. طب ازاي وانت عندك ست عيال زي الفل ربنا كرمك بيهم؟ ازاي اب بيعمل كده؟ تقرير مرعب مرعب. غير السقعه والبرد، شفتوا شكل البيت عامل ازاي؟ طب سمعتوا جمله احنا بنعاني من كل اشكال الزواحف؟ ما طبعا اكيد قاعده معاهم زواحف وحيوانات، لدرجه ان الطفل الصغير بيعمل على نفسه لانه خايف يدخل الحمام من شكل اي بورس ولا فار. يا حبيبي، طب تفتكروا اطفال الستة دول ممكن يطلعوا اسوياء؟ لو احنا بنتكلم بقى عن الشق والجانب النفسي هنا في البرنامج، في ظل ايه؟ بيئة وظروف تربية بالقسوة بالوحشة دي، ولا لو اتسابوا كده ممكن يتحولوا لضحايا
وحوش، هيبقوا ناقمين على المجتمع لما يكبروا. طب الست الضعيفة الفقيرة دي اللي اتضحك عليها، اللي ملهاش لا حول ولا قوة، هتربيهم ازاي وهي في رقبتها ست أطفال؟ هتنزل تشتغل ازاي؟ ما أكيد مستحيل تنزل تشتغل. هتسيبهم ازاي زي ما قالت في التقرير وعندها حق؟ طب الأب اللي عمل كده مين ممكن يحاسبه على عملته دي؟ أنا عارفة إن التقرير استفزكوا جدا، بس إحنا بنحاول ندور على حلول وممكن نقدم لها إيه إحنا مش عارفين. أسئلة كتيرة قوي، أسئلة كتيرة قوي في حكايتك يا شيماء.